أخرج. إذن هذا مصطلح يراد منه البخاري ومسلم. عندنا أمران في هذه الكلمة يتعلقان باللغة العربية هنا، وهو الأمر الأول يتعلق بالبلاغة إيجاز الحذف، فبدل أن يقول أخرجه البخاري ومسلم يقول أخرجه. الأمر الثاني المتعلق باللغة العربية هذا لأهل النحو، إذن أخرجه أخرج فعل ماضي مبني على الفتح، واتصل به ضمير رفع لكنه ليس متحركا وإنما هو ساكن، ولذلك بقي الفعل على ما هو عليه وهو الفتح. وألف التثنية ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والها ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به.